نكمل مع بعض بعض الرتوش البسيطة بقى للجناح والديل. نقفل لقطة الرندر ونروح بعد كده نشوف التيل او الديل بتاعنا هيبقى ظروفه ايه. نروح لتيل فيرتيكال ماتريال، وطبعا انا هفعل طبعا البودي بقى، هقفل بس مؤقتا بقى الكالر تشانل او الماتريال بتاعته، وهروح للتيل فيرتيكال بحيث افعل الخامه بتاعته بالشكل ده كده. بدائيا عايز اكتب بقى شويه حاجات على التيل من هنا. هكتب هنا مثلا كلمه يو اس، فهروح على الكالرز وهحط نيو لاير وهسمي دي يو اس، وهروح على التكست تكتشر وهسمي او هشيل دي كده، والفونت هختار الفراجيل. يا رب يا رب يا رب يا رب، لان الخط ده تحفه بصراحه، حلو حلو للحاجات اللي زي دي يعني. وهروح كده واحطها كده في اي حته صغيره قوي، خلي ده وليكن 100 وكده. كده شكلها حلو. وهاخد المفتول وهاخد اللير واحطها هنا بالشكل ده كده. التكست فيها حاجة غلط؟ لا مظبوطة مظبوطة، هو بس اتجاه هو الإضاءة بس اللي كانت مش مظبطة. هعمل شيفت ار لأن أعتقد التكست هنحتاج إن احنا نقلل الأوباستي بتاعتها شوية. هغير إعدادات الريندر، معلش هروح لريندر ريندر سيتنجز، شيل جي اي ورجع دي ل خليها فيزيكال، لكن هخلي الفيزيكال مش مشكله، خليها ستاندرد دلوقتي عشان بس الوقت ما يسرقناش. كنترول اس ماشي، شيفت ار عشان نشوف بس الحته بتاعت طبعا كل دي ريفليكشنز بس ما حدش يبقى نفكر ان فيها عيوب ولا حاجه. تمام، متهيألي كويسة جدا وجميلة جدا. لو رجعنا خدنا لقطة من بعيد، يعني احنا دايما بناخد قريب وبناخد بعيد، ونعمل شيفت ار نشوف ظروفها ايه عشان بس نشوف الاوباستي ماشية مش ماشية، عايزة تقل عايزة تزيد، لا تزيد ايه اقصد، عايزة تقل عايزة تتظبط. ف متهيألي هيقلي كويسة وجميلة، مفيش فيها اي مشاكل. هي بقى مش هنقلل الاوباستي، هو احنا هنعمل ايه؟ انا هاجي على دي وهاجي كده، تمام هاجي كده بس، وهاخد براش. البراش دي هاخد مثلا، عايز براش تكون هاخد البنسل براش، وهاجي للبريشر واقلل البريشر حبة، تمام، واقلل البريشر حبة بالشكل ده كده. هو كل انا عايز اعمله، انا عايز اعمل بس شوية اسف مش هاخد براش، ده انا هاخد الاريسر تول، هاخد الاريسر تول وهختار الاريسر تول البراش اللي هي البنسل دي، او هاخد التشوك. خلينا ناخد التشوك ونخلي البريشر قليل شوية بالنسبة ليه للتشوك. وكل اللي انا هعمله بس ان انا يعني ايه تاتش بس كده بسيط، تمام، دي كده بحيث انها تبان يعني قديمه شويه. هعمل شيفت ار بحيث تبقوا فاهمين قصدي، هو ده اللي انا اقصده، انها تبان مندمجه مع جسم الطياره، مش تحس الحته دي جديده لانج كده ولسه طالعه من فرن الدهان. والطياره طبعا زي ما انت شايف الديل ما شاء الله الحمد لله، الديتيلز بتاعته
طالعه كويسه جدا، مفيش فيها اي مشاكل. فلو رجعنا كده لبعيد وجينا عملنا شيفت ار، زي ما انتم شايفين كده بقت احسن كتير قوي، وريالي فيها رياليتي كويس. نفس الموضوع على فكرة هنعمله في الخامة بتاعت النجمة. النجمة دي يعني هرجع من ماتيريال، هرجع للبودي، هرجع للبودي وهفتح الكالرز وهفتح اللايرز. عايز اروح لل التوب ستار دي، توب تكست ستار، مش عارف ستار فين بصراحة، نسينا احنا نسمي الستار على فكرة. دي توب تكست، نسينا احنا نعمل تسمية للستار، فهنشوف بقى هي فين. اسف ده مش في الوينج، ده في التيل، في التيل. هنروح للتيل. يا ربي اسف مش في البادي، ده في الوينج، معلش انا مركزتش. تمام هروح للوينج، انشط الوينج. ادي الستار بالظبط كده، ادي واحده، فهروح على دي وهعمل زوم وهكبر الفرشة بتاعتي حبتين. تمام ونروح بقى على الستار، بس اتأكد اتأكد ان البريشر، طبعا اروح على البينت مود، اتأكد بس ان البريشر تمام. و كنترول زد، اسف، اروح على الاريسر تول والبريشر تمام، واجي كده وتاتش بس بسيط ليها بالشكل ده، ورقم 8 برضو نفس الموضوع، واجي هنا تاتش بسيط جدا، اروح انقل بس للليير اللي فوقها وكده حاجه بس كده. عندي بعد كده اللي هي 108 تمام زيها، بس اعتقد دي اللي هناك اللي هي دي نفس الحكاية، وال 108 دي برضو نفس الحكاية بالشكل ده. لو جينا رجعنا لورا وجينا عملنا شيفت ار، هنلاقي الموضوع بقى احسن ورياليتي احسن من الاول. بس بالشكل لو قفلنا بقى ورجعنا تاني للديل ماتريالز، اقفل الوينج، نرجع للبودي نقفله برضو، هروح للتيل بقى انشط التيل. طبعا خلصنا هنا من يو اس، هعمل تكست جديدة وهتبقى التكست دي وليكن مثلا ان كون شيفت انتر جي ان جي، وهاجي هنا واحطها هنا بالشكل بالمنظر ده كده تمام، واجي للفري ترانسفورميشن واخدها لجوه حبه تمام، حتى انزلها تحت شويه مش مشكله.
بالمنظر ده. يمكن كمان يو اس نفسها هاخدها برضو تحت شوية كده. تمام، هاجي ل ان جي، دي هنسميها ان جي. هاجي للان جي وكالعادة برضو هخليها مالتي بلاي، اعتقد برضو دي هخليها مالتي بلاي. هاجي لان جي واخد الاريزر تول وبنفس البرش. تمام، تاتش بسيط للحرف. تمام، وحتى الاوباستي هخليها 50، والاوباستي بتاع دي هخليها 50، ونعمل شيفت ار نشوف الدنيا ماشيه ازاي. هنلاقيها كده تمام وكويسة جدا، مفيش أي مشاكل. فاضل بقى إن أنا هاخد فايل أوبن تكتشر، أو من غير أوبن تكتشر هروح لفوتوشوب مرة تانية. هروح لفوتوشوب مرة تانية، كنترول اس بس الأول. تمام، وهروح لفوتوشوب مرة تانية. افتكر ان كان حرف الاي هو اللي كان هيعمل لي اللي انا عايزه. 1024 × 1024 في دقة 600 × 16 بت، واروح ل ده كده، والفونت هيبقى راوندلس. اعتقد حرف الاي الكابيتال هي دي اللي هو القوس. بس في بس حاجة بس بسيطة، ان انا مش عايز دي جريد، انا عايزها بلاك. تمام، خلي الخط كبير. تمام، بالشكل ده كده. كنترول زد، كنترول الت زد. هنعمل ابلاي ترانسفورميشنز. فوتوشوب في حركه رخمه قوي لما بلمس اي حاجه من ده، الانكر بوينت بتقوم رايحه في حته تانية خالص غير اللي انا عايزها. تمام، اضغط انتر. طبعا الباك جراوند كالعاده هروح للاير واروح للباكت واخليها كده، واشيل باك جراوند دي، واقوم جاي عامل فيل للاير بالشكل ده كده. وبعد كده اروح اخد الروبر او الاستيكة واكبر حجم او اصغره، واخلي الهاردنس ب 100 واكبر دي شوية كده، وامسح كل الكلام ده. طبعا كالعادة طبعا شرحنا انك هتحط بقى لاير جراي او اي لاير، وتاخد بالك من الاجزاء اللي على اطراف الشغل بتاعنا. اعتقد ان كده لو احنا رحنا خدنا ده وعملناه لايت جراي، رحنا خدنا البين باكت وخدنا دي تحت دي. تمام، متهيألي مفيش أي لأ، في لسه للون الأبيض هنا كده كده، مفيش أي مشاكل. خد بقى اللاير دي كده خلاص بالسلامة. تمام، خد الاتنين رايت كليك و ميرج لاير. طبعا أنا كنت سايبهم المرة اللي فاتت عشان أوريك في سينما تعملهم ميرج ازاي، لكن كده هعمل كنترول اس وهنسمي دي تيل ستار
استنى بس يعني سيف، نقفل فوتوشوب ونروح لفايل اوبن تيكتشر، وهنروح لملف التيكتشرز الاساسي وناخد ده ونسمي، احنا كنا كان اسمها تيل ستار تيل ستار تيل ستار. هروح لسلكت سلكت اول اديت كوبي، وهروح لتيل تيل 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 كلر تيل كلر تيل كلر اللي هي دي، وهقول له اديت بيست. طبعا بيست مش مفتوحه لان انا مش في البينت مود، هقول له اديت بيست. بعد كده هاخد فري ترانسفورميشن تول وهعمل ترانسفورم، وطبعا كالعاده هقوم واخد دي كده تمام وحاططها فوق، بالشكل ده تمام ماشي. ونعمل فري ترانسفورميشن ونروح لدي ونخليها لينير لايت او اوفرلاي. طيب مالتي بلاي، اعتقد مالتي بلاي كويسه. نفس الموضوع هاخد ريسر تول وهطلع فوق، بس مش عاوز بقى البراش دي، هعوز البنسل براش، عايز اعمل اسمها خربشه تمام، يعني عايز اعمل بس مجرد خرابيش تمام، خرابيش كده مش اكتر كده، بس مجرد شيفت ار عشان تشوفوا انا اقصد ايه الخربشه اللي انتوا شايفينها دي، دي اللي انا كنت عايز اعملها. يعني انا مش عايز الحاجه تكون باينه جديده كده وبتلمع، لا يعني لازم يكون فيها رياليتي مقبول بالنسبه للعين اللي هتشوفها. ارجع للماتيريالز مره ثانيه وارجع لللايرز مره ثانيه، وطبعا كالعاده اقوم مقلل الاوباستي زي اللي تحتها 50، تبقى دي برده 50%. لو رجعنا ورا على فكره هنلاقي الديل بدا ياخد شكل جميل قوي، وحتى اقلبها لكم كده عشان يبقى باين معظم اللي احنا عملناه. شيفت ار وارجع لكم بعد الرند. بعد كده انا ما وريتكوش نتيجه الرندر. طب معلش هعمل رندر تاني، اسف. خلاص خلينا زي ما احنا كده عشان نشوف معظم اللي عملناه تاني، معلش هسيب بقى الرندر شغال عشان تشوفوه. تمام، متهيألي الدنيا كويسة جدا ورياليتي باين كويس قوي. يمكن دي عايزة تخف شوية الأوبست بتاعتها هي والناحية التانية عشان تبقى ماشية مع نفس النمط، ويمكن برضو اللي قدام عايزة تخف شوية زي ما احنا شايفين. شفتوا بقى كده ما بقتش باينة انها جديدة قوي وبتلمع قوي، لا بقى فيها شغل كويس. دول دي طبعا زي ما قلت هتخف انتوا الأوبست بتاعتها حبتين. فاضل بقى ان انا اعمل التفاصيل بتاعت او زي ما تقول ايه نحت. يعني احنا هنرسم شويه خطوط بقى اللي هي الخطوط الانسيابيه بتاعت الطياره. اعتقد لسه مفتوح، او لو مش مفتوح هنروح لماي كمبيوتر، وعندي في توتس، عندي في بيهايند ام لاينز، في الريفرنسز بتاعت البروجكت عندي شويه الحاجات دي. انا عايز بس اشوف شويه، مفيش حاجه من فوق تدينا بس اي حاجه فيها ديتيلز. طبعا مش هرسمها بالظبط لان هتاخد وقت رهيب، يعني ما شاء الله الحاجات دي تاخد وقت للسنه الجايه، فانا بس عايز اي حاجه تبقى باينه لي. ممكن ناخد شويه او نرسم شويه من دول، اي حاجه تدي تفصيل ل الطياره نفسها. ممكن ناخد من دي شويه تمام، طبعا مش هناخدها بالظبط بس عشان نبقى احنا بس واخدين بالنا هي فيها ايه، او ايه هي الديتيلز اللي ممكن تترسم او التفاصيل اللي ممكن تترسم. هقفل بس بعد ما ابص شويه كده بحيث الواحد بس ياخدها في عينه، ونقفل دي ونقفل دي
ونرجع هنا زي ما كنا مره ثانيه. اول حاجه عايز اشتغل عليها، انا عايز اشتغل على الوينج، عايز اشتغل على الوينج او على الجناح اللي هو ده، انشط اللير بتاعه الجناح، وهشتغل بقى بالشيبس، هشتغل بالشيبس تحديدا باللاين. هضغط على اللاين، بس المره دي خلي بالنا ان احنا هنشتغل على البامب شانل مش على الكالر شانل. فهعمل رايت كليك، اعتقد هعمل رايت كليك نيو لاير، ودي هسميها لاينز، دي هنسميها لاينز. هنيجي بقى اوتوماتيك على طول، هنرسم هنا، هنرسم هنا. تعال ناخد خط من هنا كده، طبعا معاك شيفت عشان تتاكد انك انت مظبوط، و اعتقد كده كويس، ونسيب. ادي اول لاين، تمام، ادي كده اول لاين او اول خط. لو عملنا شيفت ار، ادي بالظبط اول لاين احنا رسمناه، واول ديتيل على فكره بعد ما دي تخلص الطياره هتاخد شكل تاني خالص، لان هيبقى فيها رياليتي كويس بقى، هيبقى فيها تفاصيل كويسه وكتيره وباينه، مش متداريه. دي ادي اول لاين. في عندي بعد كده، تمام، ممكن ناخد من هنا كده، انت امسك شيفت وبعد كده اتحرك زي ما انت عايز. مثلا هنسيب ده كده. عندي ممكن ناخد كمان خط هنا كده. طبعا هو بياخد الخط المستقيم وبعد كده انا بسيب كده، ممكن خط هنا كده، تمام، حلو قوي كده. لو جينا حتى بعدنا هنشوف ان شيفت ار جناح خد شكل تاني. اعتقد الاوباسيتي مش ظاهرة، او لو رحنا للوينج رحنا للبامب، تمام، نقلل البامب كده كمان شوية بحيث ان هو يبان قوي، بالظبط كده انا عايزه بالظبط باين قوي كده. كويس جدا، نقفل. نيجي بعد كده ممكن ناخد، خط من هنا معدي من جنب الديل كده. طبعا كنترول زد، تمام، تاني ده كده اهو لحد النقطة دي، ما ترسمش. هو صحيح ما ترسمش ان هو في الوينج، صحيح في البادي. طيب ناخد الوينج التاني او الجناح التاني، هاخد نفس القصة من هنا لهنا، وبعدين هاخد من هنا لهنا. طبعا مش شرط بقى اعمل خط مستقيم، انا كده عرفت او حفظت خلاص الموضوع ظروفه ايه، وهاخد ده كده. واللي بعده من جنبه من نفس نقطته هاخده كده،
تمام كده، ادي الوينج او الجناح، مش عارف في تفاصيل تانية ولا مفيش، او ممكن حد يتخيل معايا ممكن نحط، او نتخيل ممكن نحط ايه تاني للوينج. مش عارف، بس هو اعتقد كده مقبول او كويس، مش عايزين نزود اكتر عشان ما يبقاش الموضوع سخيف، ما يبقاش شكله وحش يعني. نعمل كده ونشوف الظروف ايه. فعلا الشكل فرق لما بدأت تاخد التفاصيل بتاعتها، فعلا فرق، وفرق كبير كمان. لو جينا على البامب نفسه ورحنا قللنا البامب كمان عن كده، التفاصيل هتبقى اكتر واحسن. ولو رحنا خلينا دي نن، هتبقى التفاصيل يعني منحوتة نحت على الطيارة. المهم ده اللي انا عايز اوصله فعلا، انها تبقى بالوضوح ده او بالدرجة اللي احنا شايفينها دي، ميبقاش في اي تنعيم. انا مش عايز اي سموز خالص في الديتيلز اللي بتترسم. تمام وجميل قوي كده. نقفل بقى على كده ونشوف لو في اي حاجة تانية في الوينج محتاجة تفاصيل نظبطها. مفيش، يبقى احنا كده تمام. اعتقد مش هينفع ناخد خط مستقيم لان الحته دي واخده كيرف، فهنكتفي بكده في الوينج. لا مش هنكتفي بكده في الوينج، انا عاوز اروح هنا كمان، هنا كده واخد تمام، ارسم خط من هنا لهنا، ونفس ده بالظبط هو اخده الناحيه التانيه. الجناح التاني نفس القصة، نفس الموضوع بالظبط. هاجي برضو هنا واخد خط كده. انا بحاول بس استرشد بالخط نفسه، وهاجي من هنا واخد برضو الناحية، حتى ممكن اكمل للخط التاني بالشكل ده كده تمام، بالمنظر ده كده. كده الوينج مفيهوش حاجة تاني بقى ان احنا نشتغل عليها. متهيألي كده مظبوط، الا لو احنا حاولنا ناخد خط ممكن يقسم الجناح. كده نفس الخط هاخده الناحية التانية من هنا لهنا بالشكل ده كده. كده لو احنا رجعنا ورا وجينا عملنا شيفت ار، هنلاقي ان كده الوينج خد الديتيلز بتاعته كلها، ومش هينفع ان احنا نحط بقى حاجة تانية على الوينج اكتر من كده. هنتنقل للجزء بتاع البادي او الديتيلز بتاعت البادي، ان هو اكتر جزء هياخد مننا وقت شوية. اكمل لكم بس الريندر، وفي الجزء اللي جاي ان شاء الله نتنقل للجزء بتاع البادي.